خويا الوراق علاش حنا دايرين لنا 50 درهم والاخرين دايرين لهم 30 درهم؟ اي فرقه دايرين لها 30 درهم وحنا دايرين لنا 1000 ريال؟ حنا راه ماشي مشكل واخا داروا لنا شي 70 درهم غير نقطع واحد، شتي كيبقى حب للفريق ياك؟ القسنه يدير لنا 30 درهم، يدير لنا 40 درهم كاع اصاحبي، يدير لنا بحال الاخرين اصاحبي والله عيب هادشي كاع، والله يتعايب قسما بالله. ويا ديما وقال لك هما خرجوا داك الديسك ديال في بلادي ظلموني، شوف الصح في بلادي ظلموني اصلا، علاش بنادم بغى يحرق؟ علاش بنادم ماشي في البحر؟ انا قبل هادشي كامل كون دايرين معنا شي حال كاع ما كاع ما يديروا لنا وراق ب 1000 ريال، كون دايرين لنا 30 درهم كون شافوا الروح في دونور. حيت الفلوس كاينه. روح حيت الفلوس هما باغيين يدخلوا فلوس، باغيين يشمعوا فلوس على دارنا حنايا، علاش؟ بزاف هادشي واحد كيشفرونا بالكورة حنايا. كيشفرونا بالكورة. بزاف والله شفت. هذيك عادير 1000 ريال في الورقة باش كيديروها كسياسة باش يدوا لنا فلوسنا في الكورة، ما كديوهاش ما كيجوكش مباشر، ديما كيدخلوا شي في شي باش كدوا لنا آخر، ديما ظالميننا، راه هاد البلاد راه تشعل الظلم. بالنسبة للتذاكر 50 درهم ولاو فهمتي الجمهور شي يعاني من هاد المسألة، مش هي الراجع هذا جمهور كبير، سواء 50 درهم بان بغا يدخل، واش فهمتيني؟ يدخل بلادهم سواء 50 درهم، ولكن بحكم مقابلات كاين مقاربه فهمتي مش قاربه، ما يمكنش بلادهم ديما 50 درهم، بلادهم راك عارف ما كاين لا خدمه لا والو، كل شي ايام يومين كاين مقابلات. دابا كاس العرب كاس كاف كانت البطوله فهمتي تقارو 50 درهم بزاف، كنحاولوا المساله هذه يديروا معنا شي حل فهمتي بالنسبه للوراق. ديرنا 30 درهم بحالنا بحال خوتنا فهمتي، شي راه بزاف، حنا راه غناخذوا هادشي ب 100 درهم ولكن دير لنا شي تاوي. دابا راه ما بقات الازمه لا والو، الحمد لله الراجل الحمد لله خدات لا كوب، وان شاء الله باقي بطولات، وراه ما بقات دابا الازمه لا والو، وديما راجع التذاكر اخويا كنلقاهم ديما غاليين، وفي بطوله كيغليهم وفي كاس كيغليهم، وكاين الماتش متابعين، خاصهم يديروا لنا شي حل، هادشي راه ماشي معقول. فين ما كنمشيو نلقاو التذاكر غاليين، الجمهور كيتمحن، كاين اللي كيجي من خارج كازا، كاين اللي كيجي من مدن بزاف وكيتمحنوا الناس، وكنتمناو من الله يشوفوا فينا ويديروا محلنا ويديروا لنا شي تذاكر مزيانه رخيصه شويه، وديما راجعوا كنتمناو انتصار ان شاء الله.